درت اقتراح ملحمة الجزائر، نديروا ملحمة صح ورانا رايحين بها مانيش عارف يعني، ولكن معركة حرب الجزائر هذه لازم يعني ما حياتنا كلها معارك يعني، جيل يأتي جيل يجيل جيل ورا جيل وكل واحد يتفعل. بدينا من الحماة، كان أول اتصالي ميهوبي قال لي ما نقدرش. عز الدين ميهوبي. عز الدين ميهوبي قال لي ما نقدرش. اتصلت بعمر البرناوي رحمه، قلت له حاب يكون عندي عمل فني ماهوش محاضرة ماهوش كتاب تاريخي ماهوش، حاب نوصل تاريخ الجزائر بأسلوب فني حتى الناس تستوعبه. راح بيسكرا كتب وجاء مسكين، كانت معايا الأخت ليلى بالربح اللي كانت في التلفزيون معايا وأخت فنان، كان بدأ يقرأ السي طيب العالية كان أستاذ تاريخ في ثانوية عائشة، قرأ يعني الآخرين جملوه قال له مش بطال، قلت له أنا مش هذا الشيء اللي نطلب فيه، قلت له أنا نديرها محاضرة أنت يا. تقلق شوية مسكين الله رحمه الله، قطع أوراقه